السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. هنكمل مع بعض السكشن السادس من كورس ال HCI في برنامج اليونيتي، تمام؟ آخر سكشن احنا وصلنا له، لو جينا نعمل ران كده بس في الأول نشوف احنا وصلنا لإيه. عرفنا ازاي نضيف صوت للخلفية موسيقى كده، وازاي لما الولد ياخد كوين كده يبدأ يحصل ايه صوت للكوين كده ان هو بياخدها، وكل ما ياخد كوين زيادة السكور بتاعه بيزيد. وكمان عرفنا ازاي نحرك الخلفية ونعمل كاميرا فيو ونخلي التارجت بتاعها هو الولد، تمام؟ فنخلي الكاميرا تتحرك مع الولد. ده اللي احنا وصلنا له لحد النهاردة. السكشن ده ان شاء الله هناخد فيه 3 حاجات. اول حاجة عايزين نحط زومبي كده قدام الولد، تمام؟ صورة كده الوحش او زومبي، لما الولد يخبط فيها يحصل تصادم بينهم او كولجن بمعنى اصح، السكور بتاعه يقل والزومبي ده يختفي، تمام؟ ممكن انت بقى لما تخلص السكشن هقول لك على حتة زيادة كده ممكن انت تطبقها مع نفسك، تمام؟ بعد كده هناخد بعدها ازاي اعمل سين تاني واتنقل من السين اللي انا واقف فيه. احنا زي ما احنا شايفين كل تعاملنا لحد دلوقتي في سين واحد بس، لا، انت المفروض لما تيجي تعمل جيم طبيعي ان يكون اللعبة بتاعتك فيها اكتر من سين او اكتر من ليفل بمعنى اصح. يعني انت ممكن تكون في ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، فكل ليفل من دول بتحطهم في سين لوحده ويتنقل من باب من الليفل لليفل. يعني مثلا هنحط باب كده او دور في اخر السين ونقول لما الولد يوصل للباب بيتنقل لسين تاني مثلا. طيب ايه تاني عايزين؟ يبقى كده هنعرف ازاي اتنقل من سين لسين تاني. بعد كده عايزين نعرف ازاي نعمل تايمر. تايمر يعني وقت شغال، كاونتر او عداد بيعد والوقت عمال يقل، والمفروض نعرف ازاي ايه نعمل التايمر ده. ولما التايمر يخلص يظهر مسج كده على الصفحة او على الويندو بتاعت اللعبة، يظهر له يقول له تايم از اب واللعبة تقف. يبقى لما الوقت يخلص اللعبة تقف ويقول له ان الوقت بتاعك ايه انتهى. دول ال3 حاجات اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده في السكشن بتاعنا. نبدأ كده بسم الله. اول حاجة احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط زومبي، ولما الولد يخبط في الزومبي ده يبدأ السكور بتاعه يقل والزومبي ده يختفي. اول خطوة نعملها ان احنا هنضيف صورة الزومبي. هنيجي على الفولدر اللي اسمه ايمج وهنعمل رايت كليك هنا امبورت نيو اسيت. احنا المفروض نكون خلاص حفظنا الحاجات دي كلها. هنجيب صورة الزومبي، صورة الزومبي طبعا فايل الصور ده كله المفروض ان هو معاك. ده صورة الزومبي اهي، تمام، اللي اسمها سبرايت انيميشن، هنختارها. وبعد كده هنعمل الانيميشن من الصورة. نعمل انيميشن ازاي؟ هنيجي على الخصائص بتاعة الصورة دي من الانسبكتور، سبرايت مود نخليها مالتيبل، وبعد كده سبرايت اديتور ابلاي. هنيجي على السهم الصغير ده، تمام، التاني، نعمل فيه سلايس وبعد كده ابلاي. هلاقي الصورة اتقسمت لمجموعة من الصور الصغيرة. هنقفل وهنعمل ايه؟ هندرج الصورة جوه السين، نعمل دراج ودروب ليها. طبعا هيقول لي انت بتعمل انيميشن جديد، فهقول له ايوه انا هعمل انيميشن وهسميه مثلا زومبي زومبي انيميت او زومبي انيميشن، ونعمل ايه؟ سيف. جميل، الزومبي موجود اهو بس اللير بتاعته مش مظبوطة، فاحنا ممكن نشوف احنا حاطين، ممكن نخلي اللير بتاعة الزومبي، نخلي الزومبي في اللير 15. جميل، ونروح هنا على خصائص الصورة في السبرايت رندرر اوردر اللير نخليها 15. فالزومبي ظهر عندي اهو. هنظبط السكيل بتاع الصورة اللي يكون مثلا 2:2:1. جميل، هنعمل موف للزومبي، نحركه مثلا، نحطه فين؟ هاخده مثلا اظبطه كده نحطه هنا، تمام. هحط الزومبي بتاعي في المكان ده كده بحيث لما الايه البلاير يلعب يوصل له يخبط فيه السكور بتاعه يقل. جميل، دي اول حاجه. يبقى احنا حطينا صوره الزومبي وعملنا انيميشن للزومبي. عايزين بعد كده نعمل ايه؟ احنا عايزين هنحتاج نبرمج التصادم او الكوليجن اللي هيحصل بين الولد والزومبي، فاكيد هنحتاج ننده او ننادي على الزومبي ده في الكود، فهندي له تاج عشان ننادي عليه بيه زي ما احنا عملنا قبل كده، مش اول مرة. هندي تاج ازاي؟ هنيجي على خصائص الزومبي هنا، خلينا نسميها زومبي،
هنيجي هنا على خصائص الزومبي او الصوره بتاعت الزومبي وهنعمل ايه، هنلاقي جزء اللي اسمه تاج معمول ان تاج، يعني مفيش عليها تاج. احنا كنا عاملين قبل كده التاج اللي اسمه تارجت ده لو تفتكروا، كنا عاملينه على الولد. هنيجي دلوقتي نعمل اد تاج، يعني تاج جديد هيفتح لي التاب، التاب اللي اسمها تاجز، او ممكن انت تجيبها من هنا على طول لايرز اديت تاج اديت لايرز وبعد كده ايه تاجز. احنا ما عندناش الا تاج واحد اللي هو التارجت، هنعمل ايه، هنضغط على علامة الزائد دي وهنعمل تاج جديد اسمه زومبي ونعمل سيف، فاصبح عندي 2 تاجز، واحد اسمه تارجت كنا مستخدمينه قبل كده في الكاميرا فيو، واحد اسمه زومبي. تمام خلاص بقى التاج ده موجود عندي. هرجع تاني لصورة الزومبي من الجيم اوبجكت ده، هضغط عليه هنا هيظهر لي خصائص بتاعته هنا، هاجي التاج بتاعه هنا ما ظهر لي ان تاج، فهضغط عليها افتح المنيو الاقي التاج اللي اسمه زومبي ظهر لي، هقوم اختاره كده. صورة الزومبي او الجيم اوبجكت بتاع الزومبي اصبح عليه تاج اسمه ايه، اسمه زومبي. يبقى دي الخطوة اللي بعدها، تعالوا نعمل كده سيف ونعمل رن ونشوف اللي هيحصل. فين الزومبي؟ الزومبي اختفى. ده ليه؟ ده لان الزومبي دلوقتي لو تفتكروا كل مره بنعمل فيها جيم اوبجكت جديد مع الحركه بتاعت الولد بيبقى بيتحرك مع الولد، فطول ما الولد كان ماشي كان بيزق الزومبي قدامه، كان بيمشيه قدامه، فالزومبي اختفى. لو جينا نمشي كده نشوف تاني هلاقي الزومبي عمال يرجع لورا، هو ايه، هو كمان مع الولد، كل ما الولد يمشي لقدام الزومبي بتاعي يتحرك. فعشان نثبت الزومبي هنعمله تشايلد للجراوند زي ما كنا بنعمل في السكاشن بتاعت حركة الخلفية. يبقى احنا عشان نثبت الزومبي مع الخلفية او مع الارض هنخليه هو كمان تشايلد للايه، للجراوند اللي واقف عليه. طب نعمل الحكاية دي ازاي؟ عملناها قبل كده في السكاشن اللي فاتت. هنقف على الجيم اوبجكت اللي اسمه زومبي من هنا اللي في الهيراركي، وهنعمل سيلكت عليها ونعمل دراج ودروب على الجراوند، اصبح جوه الجراوند اهو. يعني لو فتحت الجراوند هلاقي فيها جراوند واحد وجراوند اتنين وزومبي. كده بقى الزومبي ايه، ثابت مع الجراوند. نعمل ران. هلاقي الزومبي ظهر اهو متحرك، بس لما اجي يمشي الولد هلاقي الولد مش شايف الزومبي، الولد دلوقتي بيتحرك من ورا الزومبي. تمام مش شايف الزومبي، عايزين نخلي الولد يشوف الزومبي، يعني يحصل تصادم بينهم، فلما يوصل للزومبي يحصل تصادم بينهم ويقف، يخبطوا في بعض ويقف. نعمل كده ازاي؟ ان احنا نضيف بوكس كولايدر على الزومبي، نضيف بوكس كولايدر 2D. هنقف على الاوبجكت اللي اسمه زومبي وهنعمل اد كومبوننت بوكس كولايدر 2D. كده اصبح الزومبي عليه بوكس كولايدر والولد عليه بوكس كولايدر 2D، فلما يقربوا من بعض هيحصل بينهم تصادم. نعمل كنترول اس او سيف ورن. الولد اهو وصل للزومبي، حصل بينهم تصادم، يقدر ينط من عليه ويقف فوقه كده. كده كده الولد دلوقتي اصبح شايف ايه، اصبح شايف الزومبي وبيتحرك من ايه، من حواليه. يبقى انا عملت بوكس كولايدر على الزومبي عشان الولد لما يوصل للزومبي يشوفه ويقدر ينط ويتحرك من حواليه كانه شايف الزومبي قدامه، بيحصل بينهم تصادم. طيب المفروض دلوقتي نعمل ايه، عايزين نبرمج التصادم ده. احنا قلنا لما الولد يصطدم بالزومبي هيحصل حاجتين، اول حاجه ان السكور بتاع الولد هيقل، تمام، تاني حاجة إن الزومبي بتاعي ده يختفي. نعمله إزاي؟ إحنا عندنا الزومبي أهو، تمام، وعندنا الولد، الولد عليه بوكس كولايدر والزومبي عليه بوكس كولايدر. إحنا هنروح لكود البوي موف. فين كود البوي موف؟ السكريبت أهي، البوي موف الكود بتاعي الخاص بحركة الولد. فاكرين الميثود اللي كانت خاصة بالتصادم عادي؟ كان عندي ميثود اسمها برايفت فويد اون كوليجن انتر 2 دي، دي كانت خاصة بالتصادم لما الولد يحصل تصادم بينه وبين الكوينز، تمام، كان بيزود السكور ب10. احنا عايزين نعمل كمان كونديشن تاني خاص بتصادم الولد مع الزومبي. هسيب كونديشن الاف ده خالص، تمام، هقفله خالص، انا مش عايزاه، انا عايزه اضيف كونديشن جديد، تمام، يعني هطلع بره الاف خالص. هعمل إلس اف كوليجن
دوت جيم اوبجكت دوت تاج. فاكرين التاج اللي كنا عاطينه للزومبي من شويه وعملنا له تاج اسمه زومبي؟ قلنا ان احنا هنعمل تاج اسمه زومبي ونضيفه على الجيم اوبجكت الخاص بالزومبي عشان احنا هنحتاج نندهله بعد كده في الكود. هنا بقى احتاجنا التاج بتاع الزومبي عشان نعرف نوصله. فانا بقول له لو حصل كوليجن بين الولد وبين الجيم اوبجكت اللي التاج بتاعه زومبي، اعمل ايه؟ اعمل حاجتين. اول حاجه نقص السكور بتاع الولد بايه؟ ب 10. هنعملها ازاي؟ هقول له كوين نفس السطر اللي فوق ده، بس بدل ما اخليه بلس هخليه ماينس. هنده على الملف بتاع الكود اللي موجود فيه ايه؟ اللي موجود فيه الفاريبل اللي اسمه سكور فاليو. فهقول كوين سكور دوت سكور فاليو ماينس ايكوال 10. السطر ده معناه ايه؟ السكور فاليو دي هي عباره عن فاريبل موجود في ملف السكور، الكوين سكور ده ملف كود تاني لو تفتكروه، كان سكريبت تاني عندي اهو، تمام؟ كان اسمه ايه؟ كوين سكور. ده كنا مبرمجين فيه ايه؟ الكوين سكور بتاع الولد، السكور اللي بيظهر السكور للولد، كنا معرفين فيه فاريبل اسمه سكور ايه؟ سكور فاليو. فانا عايز انده على السكور فاليو ده. فلما انده على السكور فاليو بنده له ازاي؟ بقول له سكور فاليو اسم الفاريبل بتاعي، هجيبه منين؟ هجيبه من ملف الكود او السكريبت اللي اسمه كوين سكور. فاقول له كوين سكور دوت سكور فاليو ماينس ايكوال 10، يعني نقصه لي ب 10. وايه تاني؟ واخفي لي الزومبي. اخفيه لي ازاي؟ فاكرين امر الديستروي اللي كنا بنعمله للكوين اللي هو الامر ده؟ احنا برضو هنعمل ديستروي للجيم اوبجكت بتاع ايه؟ بتاع الزومبي. فاقول له ديستروي كوليجن دوت جيم اوبجكت، يعني اعمل لي ديستروي للجيم اوبجكت اللي بيحصل معاه ايه؟ كوليجن، اللي هو التاج بتاعه اسمه زومبي، تمام؟ نعمل كنترول اس. يبقى تاني قبل ما نقفل، احنا عملنا كونديشن جديد الس اف، وقلنا له لما يحصل كوليجن مع الجيم اوبجكت اللي التاج بتاعه بزومبي اعمل لي حاجتين، نقص لي السكور بتاع الولد ب 10 واعمل لي ديستروي للجيم اوبجكت ده اللي هو الزومبي، يعني اخفي لي الزومبي. نعمل كنترول اس ونرجع لليونيتي. كنترول اس هنا كمان ونعمل بلاي. انا باخد سكور اهو. لو جيت اعمل تصادم دلوقتي او اخبط في الزومبي هلاقي السكور بدل ما هو 60 هيبقى 50. حصل تصادم فالسكور قلب 50 بقلب 10 فبقى 50 والزومبي اختفى. يبقى لما حصل تصادم بين الولد والزومبي السكور قلب 10 والزومبي اختفى. ممكن انت بقى تظبطها اكتر، وكل ما الولد يحصل تصادم بينه وبين الزومبي السكور بتاعه عمال يقل، فهيوصل السكور بتاعه لزيرو. فانت تعمل ايه؟ هتظهر لليوزر، هناخد دلوقتي ازاي نظهر مسج على السين، وهناخد ازاي نتنقل لسين تاني. فانت ممكن تعمل سين تاني وتخلي الولد ايه؟ يتنقل للسين التاني ده. السين التاني ده مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه جيم اوفر. او ممكن تظهر انت رساله كده مسج على الصفحه تقول له جيم اوفر واللعبه تقف، تمام؟ احنا هناخد الحاجات دلوقتي، تمام؟ وهنعرف ازاي نظهر رسالة على السين بتاعي. انا بس بعرفك الاختيارات اللي انت ممكن تستخدمها وانت بتعمل اللعبة بتاعتك. يعني المنطقي في اي جيم ان انت لما تخبط في وحش او تخبط في زومبي او تخبط في اي حاجة ممكن تموتك بالسكور بتاعك بيقل، ولو خبطت فيها كذا مرة بتموت، تمام؟ فلما تموت اللعبة بتقف، صح كده؟ فانت بتحاول تظبط اللعبة بتاعتك زي ما انت عاوز. طيب دي اول حاجه احنا عملناها، ان احنا نخلي الولد يخبط في الزومبي والزومبي يختفي والسكور بتاعه يقل. تاني حاجه عايزين نعرفها في السكشن بتاع النهارده، ان احنا نعمل سين جديد ونتنقل من السين بتاعنا، تمام، للسين الجديد. ازاي؟ احنا عايزين اول حاجه نعمل ايه؟ عايزين نحط باب صوره باب كده في اخر السين، تمام؟ ولما الولد، عارفين لما تكون بتلعب من ليفل لليفل كده، ان انت زي لعبه ماريو كده لما توصل لباب بتعدي الباب ده وتدخله، فبيتنقل اللاعب لايه؟ لليفل 2 او ليفل 3 وهكذا. فاحنا عايزين نحط صوره باب لما الولد يوصل للباب ده يتنقل لسين تاني او ليفل تاني. السين ده مكتوب فيه مسج بيقول له يو ون، يعني انت ربحت،
والسكور بتاعك كذا، ونظهر السكور بتاع الولد. لو السكور بتاع الولد في الليفل اللي كان فيه ب 20، هيظهر له في الليفل السيني الجديد ان السكور بتاعك ب 20. لو السكور بتاعه ب 30، يظهر السكور بتاع الولد ايه ب 30، وهكذا. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحط صورة باب، لما الولد يخبط في الباب ده يحصل ايه؟ يفتح سين جديد. السين ده موجود فيه حاجتين، مسج بتقول له يو ون، يعني انت كسبت، والسكور بتاعك بكذا. يشوف السكور بتاعه كان قد ايه ويظهره له فين في السين ده. طيب هنعمل ايه؟ اول خطوه هنعمل سين جديد. هنعرف ازاي نعمل سين جديد غير السامبل سين ده خالص؟ تمام، هنيجي على الاسيتس كده، هتلاقي فولدر اسمه سينز، تمام، ادخل جواه هتلاقي ما فيش عندي الا السامبل سين الديفولت اللي كان موجود عندي، ده اللي احنا شغالين عليه من بدايه الترم. هنعمل سين جديد، هنيجي هنا في المساحه الفاضيه، رايت كليك، كرييت سين. يبقى تاني هاجي في المساحه الفاضيه جوه السينز، فولدر السينز، واقول رايت كليك كرييت سين. هسمي السين بتاعي وينر سين، يبقى انا سميته وينر سين. يبقى انا اصبح عندي سامبل سين وينر سين. دبل كليك على الوينر سين هيفتح لك سين جديد خالص فاضي، ما فيش فيه اي اوبجكت خالص الا المين كاميرا، كانك بتبدا لعبه من اول وجديد. يبقى السين بتاعي لما نيجي نعمل ران كده هتلاقي السين بتاعك فاضي، كأن السين ما فيش فيه اي حاجه اتضافت خالص، كأنك في سين جديد ما فيش فيه اي جيم اوبجكتس غير المين كاميرا. تمام، هظبط كده حجم الكاميرا بتاعتي الأول. تمام، نظبطها من السكيل، من السكيل تول، زي ما قلت لك قبل كده، اما تيجي تفتح سين لاول مره او تفتح اللعبه بعد ما قفلتها وترجع تفتحها تاني، دايما اعمل بلاي كده مره واحده كده، عشان بس شكل الكاميرا بتاعك ياخد شكل السين اللي هو المستطيل، تمام، وتعرف تظبط بناء عليه. يبقى احنا كبرنا حجم الكاميرا بتاعتنا، ظبطنا حجمها، تمام. عايزين نحط ايه في السين الجديد؟ عايزين بس خلفيه، ايه نفس الخلفيه، ونحط عليها اي حاجه، ليكن مثلا اي صوره، ناخد الخلفيه نفسها دي ونحطها. تمام، لو جينا نعمل كنترول اس ورام كده، يبقى السين بتاعي دلوقتي مفيش فيه اي حاجه غير الخلفيه دي. عايزين نحط على الخلفيه دي اي صوره، ليكن مثلا نيجي هنا هنحط صوره ممكن انت تحط صوره البوي ايدل دي تاني. تمام، ممكن نحط اي صوره، ناخد صوره هنا امبورت نيو اسيت، في صوره هنا لولد، اي صوره عشان ما صعبش عليكم، ممكن ناخد البوي ايدل ذات نفسها نحطها تاني. انا عايزه بس احط اي صوره جنب المسج، بس طبعا عشان انا بضيف انيميشن فبيقول لي كريت انيميشن جديد فسميته وينر انيميت. هي نفس صوره الايه، نفس صوره البوي ايدل. نحطها مثلا لير 16، ونيجي هنا في اوردر ان لير نخليها في اللير 16، نظبط الحجم بتاعها ليكون 12 2. لا صغيرة، نخليها مثلا 6 6. جميل،
انا عايزه احط صوره البوي ايدل كده تمام عادي، واحط جنبها تيكست تمام او مسج بتقول له ايه يو وون، وتحتها السكور بتاعه. طيب نحط ازاي تيكست، والتيكست ده زي ما كنا بنعمل على طول في زي نفس ما كنا نفس التكست كنا بنحط خطوات التكست في السكور، فاكرين السكور اللي كنا بنحطه لليوزر؟ لو جينا على السين ده اللي هو السامبل سين، لما كنا بنيجي نضيف عليه السكور شايفين كنا بنحط تكست، فاحنا هنعمل نفس الخطوات في الوينر سين. عايزين دلوقتي نحط تكست على السين بتاعي، نحطه ازاي؟ هاجي في المساحة الفاضية هنا في الهيراركي، رايت كليك، يو اي تكست، هسميه مثلا يو 1، ده مجرد اسم بس مش اكتر تمام. هنظبط الكانفاس بتاعنا، مكان الكانفاس بتاعنا كنا بنظبطه ازاي؟ بنيجي هنا رندر مود كنا بنخليه سكرين سكرين سبيس كاميرا، فظهر لي حاجه اسمها الرندر كاميرا مكتوب جنبها نان كاميرا لو تفتكروا السكشن اللي فات تمام. كان نفس الخطوات بتاعت التكست لما كنا بنحط السكور، فممكن ترجعوا له تشوفوا خطوات هي هي بالظبط، ان انا بظبط الكانفاس مكان الكانفاس بتاعي في السين، ان انا بقول له ريندر مود خليها سبيس سكرين سبيس كاميرا، وظهر لي حاجه اسمها ريندر كاميرا، فانا ظهر لي جنبها نان، هاخد المين كاميرا بتاعي دراج ودروب احطها فين؟ في الريندر كاميرا. وبعد كده هقول له البلين ديستانس بتاعتك اصغرها اخليها 6 عشان ايه يشوف الكانفاس بتاعي. ايه تاني؟ هخلي الريال لير بتاعه مثلا في لير 16 او 17 عشان يظهر. إيه هننزل تحت على الكانفاس سكيلر، في عندك حاجه اسمها يو اي سكيل مود هنخليها سكيل وذ سكرين سايز تمام. إيه بس كده تمام. هنعمل ايه تاني؟ هنظبط حجم مكان التكست بتاعي، مكان التكست فين لو تشوفوه؟ تلاقي مكان التكست اهو، دبل كليك عليه هنا كده بيجيب لك ايه مكان التكست بتاعك. هنسحبه جوه السين، يبقى انا ظبطت مكان الكانفاس بتاعي، وبعد كده بظبط مكان التكست واسحبه جوه السين بتاعي. ادي التكست بتاعي احطه هنا كده، تمام. هنعمل ايه؟ هنظبط حجم التكست بتاعي والخصائص بتاعته زي اي تكست عادي. لما نيجي على الخصائص بتاعته من هنا عايزين نكتب جواه بقى اللي هيظهر لليوزر، فهنكتب له ايه؟ بتكتب اللي جواه. هنا انا بسمي اسم الجيم اوبجكت بتاعي فبسميه اي اسم، لكن ايه اللي هيظهر جواه؟ باجي من هنا من جوه التكست وبكتب له مثلا ايه يو 1 علامة تعجب كده، ده اللي هيظهر لليوزر. نظبط الخط بتاعه زي ما انت عايز، نظبط نوعه بولد مثلا، نظبط الحجم الخط بتاعه، او ممكن انت تيجي من السكيل تول هنا على طول وتظبط الحجم بتاعه تمام. ايه تاني؟ عايزين نخليه الالاينمنت بتاعه نخليه في النص، ونخليه هنا برضه في النص. ايه تاني؟ عايزين ممكن نكبر كمان في السكيل بتاعه كده. ممكن نغير ايه تاني؟ نخلي اللون بتاعه مثلا لونه احمر مثلا كده. جميل، يبقى احنا ظهرنا لليوزر رسالة بتقول له يو ون. عايزين ايه تاني؟ عايزين نحط السكور بتاع الولد. نحط السكور ازاي؟ هنضيف تكست جديد على الكانفاس، يبقى انا الكانفاس بتاعي في تكست واحد اللي موجود فيه ايه يو ون، عايزين نحط معاها السكور بتاع الولد. نحطه ازاي؟ هنضيف تكست جديد خاص بالسكور، فهاجي في المساحة الفاضية اللي هنا على الكانفاس رايت كليك عليه يو اي تكست، يبقى انا ضفت تكست جديد هسميه سكور. هضيف فيه ايه؟ هضيف فيه السكور بتاع الولد. خلينا نكتب جواه كلمة سكور بس كده عشان نعرف مكانه. اكتب جواه كلمة سكور او يور سكور مثلا او سكور عادي سكور، ونظبط برضو حجمه نخليه بولد او ايتاليك، ونظبط الالاينمنت بتاعه، نظبط حجمه ممكن نعمله سكيل ان احنا نكبره كده تمام. بالموف تول
نحركه هنا كده، نخليه برضو لونه احمر. تمام. طيب احنا عايزين نظهر فيه السكور بتاع الولد. كل اللي هنعمله ان احنا هنروح على السكريبت، شايفين الملف اللي اسمه كوين سكور ده، ده اللي كان بيحسب السكور بتاع الولد، صح؟ فانا هقول له ايه، هقول له هات لي ملف الكود بتاع السكور، دراج ودروب كده، وحطه لي على الايه، على التكست ده. لو جينا نفتح كده الخصائص بتاعته هلاقي فيه تاب جديد اتضافت عندي اسمها كوين سكور. يعني ايه من الاخر؟ يعني بدل ما اتعب نفسي واقعد اكود تاني السكور، لا مش انا مكوده قبل كده. طيب بعد ما تحسبوا لي في الليفل اللي قبل كده ويطلع لي خلاص الولد اتنقل الليفل ده، هو طالع بسكور جاهز. فكل الحكايه انا عايز السكور بتاعي يظهر في التكست ده، فقلت له بدل ما اقعد اكود تاني هو الكود بتاعي موجود، قمت سحباه وعملاه دراج ودروب كده، حطاه فين؟ حطاه على السكور بتاعي. لو عشان يتاكد ان هو اتضاف هنفتح هنا، هنلاقي ان في كوين سكور سكريبت ظهرت عندي. طبعا هي ظاهره مرتين اهي، كوين سكور سكريبت ظهرت عندي. تمام. طيب نعمل كنترول اس كده وسيف. طيب احنا عملنا كده، جهزنا السين بتاعي اللي هو السين التاني اللي اسمه وينر سين. فاضل خطوه تانية، تعالوا نعمل كده ايه، ران. اهو ظهر لي ايه، ظهر لي السكور بزيرو، ما ظهرش اي حاجه خالص جنب السكور الا زيرو. ليه؟ لان لسه الولد ما لعبش هناك، انا لسه ما ربطتش او ما برمجتش ازاي الولد يتنقل من السين اللي هناك لهنا. ده السين بتاعي. تمام. ظاهر فيه البوي ايدل كده، وظهر لي جنبها يو 1 وجنب ايه السكور. طبعا السكور ظاهر بزيرو عشان انا لسه ما فيش اي سكور مع الولد. عايزين نعمل ايه بقى؟ السين بتاعي التاني جاهز، هنروح للسين الاولاني. هنيجي هنا اقول له والله انا عايز اعمل ايه، انا عايز احط باب في الاخر هنا، احط باب او دور لما الولد يدخل عليه او يدخله يتنقل للوينر سين. هنجيب صورة الباب، رايت كليك هنا، امبورت نيو اسيت، هتلاقي الصورة عندك في ملف الصور عندك اللي هو الدور ده. الصورة اسمها ايه؟ اسمها دور. الصورة دي هنختارها وهنعمل دراج ودروب ليها هنا في السين. طبعا الصورة اتضافت بس اللير بتاعتها مش مظبوطة، فهنحطها في لير مثلا 18. احنا كنا حاطين الكانفاس هناك في لير. تمام. ممكن نحطها احنا هنا في 17، نحط اللير اللي اسمها دور، وكان الكانفاس حطها هنا في لير 14. لو روحنا للسين التاني نخلي اللير بتاعته لير 14. يبقى الدور ظبطنا اللير بتاعتها، انت ظبطها، شوف انت واقف عند اللير زي ايه، انا ظبطتها في اللير ايه، اللير 17. طيب صورة الدور عندي موجودة اهي، انا هحطها هنا على الارض هنا كده، وهقول له لما الولد يوصل للباب ده ويحصل تصادم بينهم، تمام، اول ما الولد يلمس الباب ويحصل تصادم بينهم افتح لي السين اللي اسمه وينر سين. يبقى انا عشان الولد يشوف الباب ده لازم احط عليه بوكس كولايدر، فهنحط عليه كومبوننت، اد كومبوننت بوكس كولايدر. تمام. لو جينا نعمل ران كده هروح هلاقي الباب مش موجود. نفس الحكاية، ان الولد وهو بيتحرك الباب بتاعي كان بيتحرك معايا، فعشان نثبته هنخليه تشايلد للجراوند. هنقف على الاوبجكت اللي اسمه دور، دراج ودروب، ونضيفه على الجراوند، فاصبح تشايلد هو كمان مع الزومبي الايه للجراوند. يبقى الباب بتاعي بقى ايه، بقى ثابت. تمام. هنعمل كنترول اس، هيخبط في الزومبي فالسكور بتاعه هيبقى 40 ناقص، والزومبي بتاعي اختفى، هيوصل للباب بيخبط في الباب اهو، الباب اصبح ثابت، الولد بقى شايف الباب بس ما بيحصلش حاجه. احنا عايزين نقول له لما يحصل تصادم بينك وبين الباب اعمل ايه،
افتح سين جديد اللي انا مسمياه وينر سين. طيب عشان نعمل ده احنا كده هنبرمج التصادم ده بالكود زي ما برمجنا التصادم او الكوليجن بتاع الزومبي، فبرضه هنحتاج ان احنا ننادي على الدور ده جوه الكود، فلازم نحط له تاج. هنعمل ايه؟ هنيجي على edit layers والتاجز عندي التارجت والزومبي، هنضيف تاج جديد ونسميه دور ونعمل سيف، واقوم رايح على الدور في التاج بتاعه، بدل ما هو ان تاج ده هلاقي الدور ظهر اهو، اختاره اصبح الدور بتاعي عليه تاج اسمه ايه؟ اسمه دور. طيب نروح بقى نبرمج التصادم بتاعنا. فين ملفات السكريبت؟ في البوي موف، ادي الشرط بتاع الكوليجن بتاع الولد مع الكوينز، جميل. وادي الشرط بتاع الكوليجن او التصادم بتاع الولد مع الزومبي. هننزل تحت ونعمل else if جديدة للتصادم بتاع الولد مع الباب. هقول له ايه؟ هقول له لما يحصل collision بين الولد وبين الجيم اوبجكت اللي ده التاج بتاعه بدور اسمه دور، اعمل ايه؟ عايزين نقول له افتح لي اول ما يحصل تصادم بين الولد والباب اتنقل من السين بتاعي لسين جديد اللي اسمه وينر سين. طب الامر ايه هو؟ هقول له ابلكيشن دوت لود. شايفين هنا؟ عشان هنا في خطأ اغلب الناس بتقع فيه، هتلاقي عندك حاجة اسمها لود لودد باتنين دي كده، لودد ليفل ولود ليفل. لا انت مش هتختار لودد، انت تختار لود ليفل بدي واحدة. يبقى انت بتقول له ابلكيشن دوت لود ليفل، يعني اعمل لي لود او داون او حمل لي الليفل اللي اسمه ايه، وهتدي لها اسم السين بتاعك اللي هو وينر سين. يبقى هنقول ملحوظتين مهمين هنا، ان انت هتقول ابلكيشن دوت لود ليفل لازم اللود ليفل تكون بدي واحده مش لودد ليفل، هي لود ليفل، وتاخد بالك من الحته دي. تاني حاجه ان اسم السين بتاعك لازم يكون السبيلنج بتاعه مطابق تماما لاسم السين بتاعك هناك، او تاخده كوبي بيست. يبقى انت ممكن تيجي هنا على اسم السين بتاعك تقف عليه وتاخد اسمه كوبي بيست وتروح تحطه هناك عشان تتاكد ان هو مكتوب ان هو مكتوب ايه؟ مكتوب صح. يبقى انا اتاكد ان اسم السين بتاعي مكتوب بنفس السبيلنج بتاع السين اللي انا عايزه اتنقله. يبقى هقول له ابلكيشن دوت لود ليفل وينر سين، يعني ايه؟ يعني لما يحصل تصادم بين الولد والجيم اوبجكت اللي التاج بتاعه اسمه دور اعمل لي لود او حمل لي الليفل او السين اللي اسمه وينر سين. تمام، نعمل كنترول اس ونرجع لليونيتي. لو جينا نعمل رن دلوقتي كده هتظهر لي مشكلة هنشوفها مع بعض. أنا ماشي معاك خطوة بخطوة كده نشوف إيه اللي هيحصل. الولد بياخد أهو السكور بتاعه بقى 30، تمام، بنزود السكور أهو 50. لما يخبط فيه الزومبي السكور بتاعه بدل ما هو 50 هيبقى 40 والزومبي هيختفي. السكور بقى 40 والزومبي اختفى. طيب لو وصل للباب المفروض يفتح لي، انا قلت له افتح لي السين التاني، ليه ما بيحصلش بقى اي حاجه دلوقتي؟ ليه؟ لان انا محتاج، انا برمجت الحكايه وبرمجت له الكود وقلت له لما يحصل تصادم من الولد والباب افتح لي السين التاني، بس انا في اللعبه في عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها البيلد سيتنجز. يعني ايه؟ دي اعدادات جوه الجيم بتاعتك لازم تعرف له السينز بتاعت اللعبه بتاعتك كلها. يعني هتلاقي في ايرور ظهر لك تحت هنا كده بيقول لك ان السين اللي اسمه وينر سين كودنت بي لود. ليه؟ ما تحملش، بيكوز ات هاز نوت بين ادد تو ذا بيلد سيتنجز. ايه البيلد سيتنجز دي بقى؟ في عندك اعدادات هنظبطها دلوقتي، ان انا هقول له بدل ما انت شايف السامبل سين بس، لا بقى عندي سين تاني كمان اسمه وينر سين، سين جديد عايزاك كمان تشوفه، وبعرفك ان في سين كمان اسمه ايه؟ اسمه وينر سين. يبقى انا عشان اتنقل من سين لسين تاني بعد ما برمج مرحلة النقل دي
بالكود واقول له ابلكيشن دوت لود ليفل وينر سين، لا في خطوه كمان عندي في الانترفيس بتاع اليونتي بعملها، ان انا بعرفه في البيلدنج في البيلد سيتنجز ان في عندي 2 سينز. طب هجيبها منين؟ من قائمه فايل. هتلاقي عندك حاجه اسمها البيلد سيتنجز، يبقى تاني فايل بيلد سيتنجز، هيفتح لك الويندو دي. في عندك التاب هنا اسمها ايه؟ اسمها سينز ان بيلد. يعني ايه؟ يعني بناء اللعبه بتاعك، ايه السينز اللي انا شايفها فيه؟ شايف دلوقتي السين اللي اسمه سامبل سين، انا مش شايف غيره. لو جيت اضغط هنا اد اوبن سينز مش هيضيف لي حاجه، ليه؟ لان الزرار ده او البطن ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ضيف لي السين المفتوح دلوقتي. طب السين اللي انا فاتحاه هنا دلوقتي هو ايه؟ هو السامبل سين. طيب السامبل سين اصلا هو شايفه، يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ هفتح السين الثاني، يبقى انا هكون واقف في السين الثاني وهقول له ايه؟ هقول له فايل بيلد سيتنجز. هو دلوقتي شايف ايه؟ شايف السامبل سين. فانا هقول له اد اوبن سينز، اد اوبن سينز، قام ضايف لي ايه تاني؟ قام ضايف لي الوينر سين. يبقى اصبح شايف السامبل سين والوينر سين. يبقى انا بعد ما بكود اللود بتاع السين بتاعي واقول له افتح لي السين، لازم اروح للبيلد سيتنجز واعرفه او اخليه يشوف كل السينز اللي عندي. بدل ما كان شايف السامبل سين بس، لا بقى اصبح شايف السامبل سين والوينر سين. طب نعملها ازاي؟ لازم تتاكد ان انت تكون فاتح السين بتاعك اللي انت عايز تضيفه. زي ما كنا فاتحين السامبل سين وجينا نعمل اد اوبن سينز، ما رضاش يضيف لي اي حاجه لان هو اوريدي شايف السامبل سين. لكن بعد كده فتحنا الوينر سين وعملنا له اد اوبن سينز، يعني ضيف لي السين المفتوح دلوقتي، فهنضيف الوينر سين كمان. نقفل من الاكس، يبقى هو اصبح شايف ايه؟ شايف التو سينز دي. كنترول اس ونفتح السامبل سين ونعمل رن. اول ما وصل الباب قام فاتح له الليفل الثاني اللي اسمه وينر سين. وبعد كده الليفل بتاعي السين بتاعي فيه ايه؟ فيه البوينت اللي احنا ضفناه. ولو تشوف كده هتلاقي كاتب لك يو 1، وبعد كده كاتب لك سكور بتاعك بكام؟ ب 50. تمام، يبقى شايف اخر سكور موجود عندي في السين اللي هناك اللي هو السامبل سين، وظهره لي هنا فين؟ في الوينر سين. طيب نوقف كده ونعمل بلاي تاني ونجيب سكور مختلف عن ال 50، نشوف هل فعلا السكور الحقيقي بيظهر لي ولا هو اي رقم وخلاص. السكور بتاعي ب 10، 20، 30، 40، 50. لما اخبط في الزومبي هيبقى ب 40 والزومبي اختفى. شايفين اللي حصل؟ قام ظاهر لي السين الثاني اللي اسمه نار سين وقايل لي ايه؟ يو 1، والسكور بتاعك بقى بايه؟ ب 40. يبقى دي تاني حاجه عرفناها في السكشن بتاع النهارده. تمام، بعد كده عايزين نعرف ازاي ايه تاني؟ ازاي اعمل تايمر في السامبل سين بتاعي. اخر حاجه عندنا في السكشن النهارده ازاي تعمل تايمر، يعني ايه؟ تعمل كاونتر، عداد للوقت، لما يقل ويوصل لزيرو اللعبه تقف ويقول لك جيم اوفر او تايم از اب واللعبه تقف، يعني وقتك خلص. نعملها ازاي؟ هنفتح السامبل سين لان الشغل بتاعنا هيكون عليه ففتحناه. تمام، بعد كده عايزين ايه؟ انا عندي كانفاس هنا والتكست اللي عليه والتكست الخاص بالسكور، خلينا نسميه سكور نبقى عارفينه. تمام، وبعد كده هنضيف تكست جديد خاص بالايه؟ خاص بالتايم او بالتايمر. فهنيجي على الكانفاس، رايت كليك يو اي تكست وهسميه تايم ليفت. انا عايزه ايه؟ انا عايزه يظهر هنا في الجزئيه دي كده لليوزر تايم ليفت، جنبها نقطتين يعني الوقت المتبقي وجنبها نقطتين، ويظهر لي هنا عداد عمال يقل. تمام، فانا هاجي في التكست ده هظبط الاعدادات بتاعته واقول له والله انا عايز يظهر لليوزر ايه؟ يظهر لي تايم ليفت نقطتين. تمام، ونخليها بولد ونخليها لونها مثلا ايه؟ اخضر مثلا. ونظبط السكيل بتاعها ونظبط الالاينمنت الاول، نخليها في النص. جميل، الموف تول نحطها هنا كده.
يبقى انا عايزه ايه؟ عايزه اليوزر يظهر له كده تايم ليفت نقطتين، الوقت المتبقي ليك، وجنبه عداد بيعد 10 9 8 7 وهكذا. طيب احنا حطينا التكست بتاعنا اهو، عايزين نبرمج العداد اللي هيظهر لليوزر، فهنعمل ايه؟ هنيجي على ملف السكريبتس وهنعمل سكريبت جديد خاص بايه؟ خاص بالتايمر. تمام؟ رايت كليك، كرييت سي شارب سكريبت، وهسميه تايم كاونتر. يبقى انا سميته تايم كاونتر، يبقى ده سكريبت جديد خالص. تمام؟ لو جينا نفتحه كده، ده سكريبت فاضي اهو، اسمه ايه؟ اسمه تايم كاونتر. عايزين بقى نبرمج التايمر بتاعي. فاكرين لما كنا بنعمل السكور بتاع الولد؟ اول خطوه عملناها احنا بنعمل السكور، استدعينا مكتبه كده اسمها ايه؟ using unity engine dot a dot ui، using unity engine dot UI. تمام؟ يبقى انا هحتاج المكتبه دي، فعملت ايه؟ using unity engine dot ui. دي اول خطوه هتعملها، ان انت هتستدعي المكتبه او اللايبرري دي. بعد كده هندخل جوه الكلاس وهنبدا نعرف ايه؟ هنعرف فاريبل بره الكلاس خالص، هنا كده بره الستارت وبره اللي بره الستارت وبره الابديت. هقول له private text تايم واحد. انا عايزه ابرمج التكست اللي هيظهر لي هنا، زي ما كنا بنعمل نفس خطوات السكور بالظبط كنا بنعملها، هنعملها هنا برضه. شايفين التكست ده؟ انا عايزه ابرمجه، هقول له والله انا عايزه الجزئيه اللي في التكست دي وجنبها ايه؟ التايمر. فانا هعمل فاريبل من نوع تكست اللي هيظهر فيه التايم ليفت هناك، واقول له ايه؟ تايم 1، سميته تايم 1. يبقى عرفت فاريبل اسمه تايم 1 من نوع تكست، وخليته برايفت عشان انا مش عايزه اظهره هناك. تمام؟ بعد كده هدخل جوه الابديت، هنزل تحت كده في الابديت، نفس الخطوات اللي كنا بنعملها في السكور. انا عرفت تايم 1 دلوقتي من نوع تكست، فانا هقول له ايه؟ هقول له تايم 1 يساوي get component. طيب انا عايزاه يجيب لي ايه؟ عايزاه يجيب لي الكومبوننت اللي اسمه تكست من هناك. فاكرين الخطوات دي؟ كنت بعرف variable من نوع text وبقول له هات لي الكومبوننت اللي اسمه text من هناك، خزنه لي في التايم 1. يبقى انا جبت الكومبوننت اللي اسمه text خزنته فين؟ خزنته في التايم 1. يبقى احنا عرفنا التايم 1 بتاعي. بعد كده هبدأ اعرف التايمر بتاعي. شايفين الجزئية اللي موجودة هنا؟ انا بقول له تايم ليفت وجنبها المفروض 10 9 8 عداد، فانا عايز اعمل كاونتر او عداد للوقت بتاعي. هعرفه الوقت بقى من نوع ايه؟ من نوع فلوت. فهقول له private، نكتب الكود وبعد كده نشرحه. ايه السطر ده؟ انا عرفت variable اسمه timer من نوع float، وبرضه خليته private وstatic، واديته قيمة مبدئية 10 وجنبها اف. طب ايه الاف دي؟ اف معناها ان انت هتخزن لي العشرة دي بس بصيغة الفلوت. ليه؟ لان الفاريبل بتاعي انا عاملاه من نوع فلوت مش عاملاه من نوع انتجر. طب ليه عاملاه من نوع فلوت مش من نوع انتجر؟ مش المفروض اللي هيظهر لليوزر 10 9 8 7 عداد عادي بارقام انتجر، فالمفروض ان التايمر بتاعي يكون من نوع انتجر. لا، انا خليته فلوت عشان انا تحت هستدعيه في ميثود، الميثود دي ما بتتعملش الا مع اي، مع نوع ايه؟ مع داتا تايب من نوع فلوت. فانا عملته فلوت، وبعد كده هقربه تحت. يبقى انا عرفت فاريبل اسمه تايمر وخليته من نوع فلوت. ليه؟ عشان انا هستخدمه بعد كده في ميثود تحت، والميثود دي ما بتتعملش الا مع نوع او داتا تايب من نوع فلوت. وطبعا لما تيجي تدي قيمه لرقم من نوع فلوت بتحط جنبه ايه؟ اف، معناها ان انت هتخزن لي العشره دي بس بصيغه ايه؟ بصيغه الفلوت. وديته 10 ليه؟ عشان انا عايز التايمر بتاعي يبدا برقم 10 وبعد كده ينزل ليه 9 وبعد كده 8 وبعد كده 7 لغايه ما يوصل لزيرو. واول ما التايمر يوصل لزيرو يوقف اللعبه ويقول له ان اللعبه بتاعتك ايه؟ وقفت. يبقى انا عرفت التايمر بتاعي وعرفت التكست اللي هيظهر فيه التايمر.
طيب ننزل تحت بقى نبرمج التايمر بتاعي، هقول له ايه؟ هقول له نزل لي التايمر ده بواحد، انا عايز التايمر يعد من 10 لحد 0. نخليه يعد ازاي؟ هقول له تايمر انا عايزه يعني ينقص واحد، ينقصه ازاي؟ ناقص او ماينس ايكوال تايم دوت دلتا تايم. فاكرين التايم دوت دلتا تايم دي؟ دي بتجيب لي الوقت وبتعمل لي ايه الميثود دي؟ بتقول لي والله انا هنقص لك واحد كل ثانيه، لان كان الوقت كانت الدلتا تايم دي بتجيب لي الوقت بالثانيه. فانا قلت له ايه؟ قلت له التايمر بتاعك ناقص ايكوال ماينس ايكوال، يعني ايه؟ يعني نقص لي القيمه بتاعتها. القيمه بتاعتها اصلا انا بدأها بايه؟ ب 10. طب هنقصها بقد ايه؟ بدل ما اقول نقصها بواحد، لا انا قلت له تايم دوت دلتا تايم، يعني ايه؟ يعني انت نقصها بواحد كل ثانيه. يبقى الميثود دي بتخليها تنقص بواحد كل ثانيه، فكل ثانيه هيلاقي ال10 بقت 9 وال9 بقت 8 وال8 بقت 7 وهكذا. يبقى التايم دوت دلتا تايم بتنقص لي او بتزود لي، يعني لو انا عامله بلس هنا كده مش ناقص، انا عامله بلس ايكوال فهتزود لي واحد كل ثانيه، لو انا عاملاها ماينس ايكوال هتنقص لي واحد كل ثانيه. يبقى انا بدل ما اقول له خلي التايمر بتاعي ناقص ايكوال واحد كل قد ايه، فانا عايز اقول له كل ثانيه نزل واحد. يبقى الواحد بتاعي هينزل امتى؟ هينزل كل ثانيه. فجبت الوقت ازاي او خليته يجيب بالثواني ازاي؟ ان انا قلت له تايم بالدلتا تايم. يبقى الميثود دي بتعمل ايه؟ بتنقص لي الواحد بتاع مقدار القيمه بتاعت التايمر بواحد كل ثانيه. فالتايمر كان ب 10، بعد كده كل الثانية اللي بعدها هيبقى ب 9، الثانية اللي بعدها هيبقى ب 8 وهكذا. يبقى أنا دلوقتي عملت إيه؟ برمجت التايمر بتاعي إن هو ينقص بمقدار واحد كل ثانية. وبعد كده هقول له إيه؟ هقول له اعرض لي التايمر ده فين بقى؟ فاكرين التايم واحد اللي إحنا معرفينه فوق؟ يبقى أنا برمجت التايمر بتاعي وهقول له اعرضه لي فين؟ اعرضه لي في التايم 1. فهقول له تايم 1 دوت تكست يساوي، هنحط جواه ايه؟ هحط اقول له تايم ليفت، زي ما كنا بنعمل في السكور، كنا نقول له سكور نقطتين وهات لي قيمه السكور فاليو. هنا برضو نفس الحكايه، هقول له تايم ليفت نقطتين بلس قيمه التايمر، فاقول له ايه؟ اقول له تايمر. طيب لو انا قلت له كده دلوقتي هيحصل مشكلة. ليه؟ لأن التايمر ده دلوقتي معمول بقيمة إيه؟ بقيمة فلوت. أنا مش عايزاه يظهر لليوزر بقيمة فلوت، فأنا هقول له إيه؟ هقول له math في عندك ميثود كده اسمها math if، math if وهدخل جواها dot round التايمر. يعني ايه الميثود اللي اسمها دلتا تايم دي يا شباب؟ الميثود اللي اسمها دلتا تايم دلتا تايم دي ما بتتعاملش الا مع نوع داتا تايب فلو، تمام؟ فانا كنت عايزه التايمر بتاعي يحصل له ايه؟ ينقص واحد كل ثانيه. فعشان اقول له نقص واحد كل ثانيه كان لازم استدعي الميثود اللي اسمها تايم دوت دلتا تايم. طيب تايم دوت دلتا تايم ما بتتعاملش الا مع داتا تايب من نوع فلوت، فكنت مجبره ان انا اعرف التايمر بتاعي من نوع فلوت. عشان كده لما قلت له خلي التايمر بتاعك ب 10، قلت له خليها ب 10 ومش انتجر، خليها بفلوت. ليه؟ عشان انا هضطر ان انا اتعامل مع الميثود اللي اسمها تايم دوت دلتا تايم، فخليتها بفلوت عادي عشان التايم دوت دلتا تايم تقدر ايه؟ تقبلها. لان لو كنت انت عملتها انتجر وجيت بعد كده قلت له تايمر ماينس ايكوال تايم دوت دلتا تايم كان هيطلع لك ايرور، هيقول لك ان الدلتا تايم ما بتتعاملش الا مع نوع داتا تايب من نوع فلوت. فقلنا هنعدي المشكله دي ازاي؟ ان انا اخليها عادي من نوع فلوت، بس لما اجي اعرض لليوزر اقول له والله قربها لي الراوند دي، يعني بتقول له ايه؟ بتقول قربها لاقرب عدد صحيح، فهتظهر لليوزر على انها انتجر. يبقى بدل ما كانت مثلا 10.00 هتظهر لليوزر 10 بس. يبقى انا عشان اخليها تتعامل مع الميثود اللي اسمها تايم دوت دلتا تايم خليتها من نوع فلوت، وبعد كده وقت العرض لليوزر او للاعب في السين قلت له خلاص طالما هي فلوت وقت العرض بس اعمل لي ايه؟ اعمل لي ليها راوند، تمام؟ استخدمنا الميثود اللي اسمها راوند، يعني قربها لي
لأقرب عدد صحيح باستخدام ايه؟ ماث اف دوت راوند، وبسط لها ايه؟ التايمر بتاعي. كنترول اس، نرجع كده. كنترول اس هنا كمان، نعمل رن. ما ظهرش حاجة. ليه؟ لأن في خطوة أنا نسيتها. أنا المفروض إن أنا هقول له إن التايم كاونتر ده، الملف الكود ده هتطبقه على إيه؟ أنت ما طبقتوش على حاجة، فأنت المفروض إن أنت هتطبقه على إيه؟ هعمل دراج ودروب ليه كده على التايم ليفت، مش أنا عايزاه يظهر في التكست ده، فأقول له دراج ودروب ليه، حطه لي على إيه؟ على التايم ليفت، فألاقي التايم ليفت بتاعي إيه؟ ظهر عليه تاب جديد اسمها إيه؟ اسمها تايم كاونتر سكريبت، كنترول إس. يبقى أنا كده طبقت الكود على التايم ليفت. ظهر عندي هو 10 9 8 7، هيفضل يعد وهينزل لحد ما يوصل لزيرو وهيكمل برضه. شايفين وصل لسالب 3 وسالب 4. انا كده عملت التايمر بتاعي تمام، بس التايمر بتاعي بقى بيقل 10 9 8 7 وهكذا، وكمان لما بيوصل لزيرو بيكمل، بيكمل بعد الزيرو يقول سالب 1 سالب 2 سالب 3. لا انا عايزه بقى اقول له ايه؟ اقول له لما توصل للتايم زيرو، ده معناه ان التايم بتاعك خلص. يبقى التايم بتاعي بيظهر لليوزر مسج كده تقول له تايم از اب واللعبه تقف. طب نعملها ازاي؟ هاجي على الكانفاس بتاعي وهعمل تكست جديد للمسج اللي هتظهر لليوزر، واقول له ايه؟ رايت كليك على الكانفاس يو اي تكست، واسميها تايم از اب تمام. وهدخل جوه اعدادات التايم از اب دي، اقول له انا عايز ايه يكتب، اقول له عايز اليوزر يكتب جواها تايم از اب او تايم ايه فينيشد. ممكن نقول له يور تايم او ممكن نقول ايه تايم فينيشت على طول. يبقى انا اقول لليوزر ايه؟ هيظهر له رساله تقول له تايم فينيشت. خلينا نظبط اعداداتها او الخصائص بتاعتها، نخليها بولد برضو، هنخليها لونها مثلا احمر. هنظبط السكيل بتاعها، نخلي الأول الالاينمنت بتاعها في النص. يبقى أنا عايزة اليوزر يظهر له مسج في النص كده زي الارم في النص، يقول له إيه؟ يقول له التايم بتاعك خلص واللعبة تقف. طيب أنا لو جيت أعمل ران دلوقتي، كنترول اس وران، هلاقي الولد طول ما هو بيلعب المسج ظهراري، ظهر للولد، ظهر للولد ليه؟ انا مش عايزاها تظهر للولد، انا عايزاها تختفي، ولما التايم يوصل لزيرو تظهر للولد. يبقى انا عايز اخفيها دلوقتي من السين وبرمج ظهورها بالكود. يبقى انا هخفيها من السين وبرمج ظهورها من الكود ازاي؟ شايفين التكست اللي اسمه تايم از اب ده تمام، هاجي عليه هنا كده في الانسبكتور بتاعه، هلاقي التايم از اب ده اسمه، وهلاقي جنبه علامة الصح. علامة الصح دي معناها ان هو ايه؟ ان هو ظاهر لليوزر تمام، او ان هو متفعل لليوزر. لو شلته هيبقى هو disabled. يعني ايه؟ يعني انت خفيته من السين، بقى لونه ايه؟ جراي كده او لونه رصاصي. ده معناه ان الاوبجكت ده موجود عندي، الجيم اوبجكت ده موجود بس معمول له ايه؟ disabled، يعني مخفي من السين. طيب انا هسيبه مخفي كده على طول؟ اه هسيبه مخفي، وهبرمج ظهوره بالكود تمام. هقول له والله انت مش هتظهر الا لما التايم بتاعي يوصل لايه؟ يوصل لزيرو. هنروح للتايم كاونتر بتاعي وهقول له ايه؟ هقول له لما التايم بتاعك يخلص خليه بايه؟ خلي التكست اللي اسمه تايم از اب يظهر. فهاجي تحت هنا كده هقول له عد براحتك تمام، نقص كل ثانيه واحد، ولما توصل لزيرو اعمل ايه؟ اظهر التكست ده.
هعمل ايه في كونديشن؟ ايه في التايمر؟ اصغر من او يساوي الزيرو، يبقى لما التايمر بتاعي يعد ويبقى اصغر من او يساوي الزيرو اعمل لي ايه؟ تايم از اب. طب تايم از اب دي هجيبها ازاي؟ هاجي دلوقتي عايزه اقول له اظهر لي التكست اللي اسمه تايم از اب هناك، فهلاقي ان انا هحتاج اعمل ايه؟ هحتاج اعرف فاريبل فوق من نوع جيم اوبجكت نفس الحكايه بالظبط عشان انادي عليه في الكود. احنا حفظنا الخطوات تقريبا، عشان انادي عليه في الكود فاقول له بابليك جيم اوبجكت تايم از اب. يبقى انا عملت فاريبل من نوع جيم اوبجكت وخليته بابليك، تمام؟ ليه؟ عشان انده بيه على التكست اللي هناك. انا مش عارفه انده على التكست اللي هناك، عايزه اقول له اظهر لي التكست ده، فاقوله له ازاي؟ فهعرف فاريبل من نوع جيم اوبجكت واسميه تايم از اب واخليه بابليك عشان هروح اعمل له انيشاليزيشن من هناك. هرجع اليونيتي وهاجي على التايم از اب ده، تمام؟ هاجي على التايم، احنا كنا حاطين التايمر ده ملف الكود ده كنا حاطينه على التايم ليفت، فلو وقفت على التايم ليفت هتلاقي التايم كاونتر ظهر. يبقى احنا كنا ضايفين الملف ده التايم كاونتر على التايم ليفت، صح لو تفتكروا؟ فهلاقي التابه بتاعت التايم كاونتر عليه وظهر لي فاريبل جديد اسمه تايم از اب لانه كنت انا معرفاه بابليك هناك ومكتوب جنبه نون جيم اوبجكت. هعمل ايه؟ هاخد التايم از اب ده دراج ودروب عليه كده واحطه جواه، يبقى اصبح التايم از اب فاريبل متخزن جواه الجيم اوبجكت اللي اسمه تايم از اب. كده اعرف انادي عليه في الكود عادي واقول له اظهر هناك. يبقى هبرمج ظهوره من هنا، هقول له لما التايمر بتاعي يبقى اصغر من او يساوي الزيرو اعمل ايه؟ تايم از اب دوت جيم اوبجكت دوت سيت اكتيف. ايه بقى سيت اكتيف دي؟ يبقى انا بقول له لما التايمر بتاعي يكون اصغر من او يساوي الزيرو، يعني اول ما يوصل للزيرو هات لي التكست اللي اسمه تايم از اب دوت جيم اوبجكت اعمل له ايه؟ اظهره. اقول له كلمه اظهره دي ازاي؟ هتلاقي عندك ميثود اسمها سيت اكتيف، يعني خليه اكتيف بدل ما هو هناك كان ديسيبلد او مش متاكتف. انا هنا خليته مش متاكتف لان انا شلت الايه؟ شلت الترو بتاعته كده، فانا عايز اقول له اكتفه. اكتفه ازاي؟ انا اقول له سيت اكتيف وخليها بايه؟ بترو. يبقى لما اقول له سيت اكتيف ترو هتظهر، لما اقول له سيت اكتيف فولس هتقف. نعمل كنترول اس لو جينا نران دلوقتي، كنترول اس هنا كمان التايم بتاعي هيعد. لما وصل لزيرو ظهر تايم فينيشد، يبقى المسج بتاعتي انا خفيتها من هنا، تمام؟ وظهرتها بالايه؟ بالكود هناك. ظهرتها ازاي؟ ان انا قلت له لما التايم بتاعك التايم كاونتر او التايمر بتاعك يوصل لزيرو ظهر لي المسج اللي اسمها تايم فينيش. بس احنا ملاحظين حاجه، ان انا الوقت التايمر بتاعي لسه شغال والولد لسه شغال، مع ان الطبيعي او المنطقي ان لما يظهر لي المسج دي يحصل ايه؟ شايفين اللعبه شغاله عادي مفيش اي حاجه، يعني مسج ظهرت واللعبه شغال. لا انا عايز اقول له لما المسج دي تظهر والتايم بتاعك يقف اظهر لي المسج دي ووقف اللعبه، ما تخليش اللعبه شغاله. يعني ايه الفايده ان المسج تظهر واللعبه تفضل شغاله؟ هنوقف، هنضيف سطر اخير هقول له لما التايمر بتاعك يبقى اصغر من او يساوي الزيرو اعمل ايه؟ اظهر لي المسج اللي اسمها تايم از اب او تايم فينيشد، خليها سيت اكتيف يعني خليها تظهر لليوزر ووقف لي اللعبه. وقف لي اللعبه دي اقولها له ازاي؟ هقول له تايم دوت تايم سكيل زيرو. ايه السطر ده بقى؟ السطر ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي السطر ده خاص بان انت توقف اللعبه بتاعتك يا اما تشغلها. لو التايم سكيل بواحد اللعبه هتشتغل، لو التايم سكيل بزيرو اللعبه هتقف. طب تيجي نجرب الاثنين،
كنترول اس. اللعبة شغالة اهي، نشوف التايمر لما يوصل لزيرو شايفين ايه اللي حصل. لو جيت تلعب دلوقتي هتلاقي اللعبة وقفت خلاص، اللعبة ما عادتش شغالة، ظهر المسج اللي اسمها تايم فينيش، تمام، التايمر وقف ما عادش بينقص زي الاول، واللعبة وقفت ما عادتش ايه شغالة. طيب تيجي نخليها بواحد ونشوف. لو خلينا التايم سكيل بواحد وعملنا كنترول اس، يبقى انا كده السطر ده وجوده زي عدمه، كاني بقول له شغل اللعبه. طب ما هي كانت شغاله. شايفين اللعبة فضلت شغالة برضو ولا كأني عملت أي حاجة، لأن أنا قلت له شغل اللعبة، خلي اللعبة إيه، خلي التايم سكيل بواحد. إحنا هنرجع التايم سكيل بزيرو، يبقى أنا كده لما أعمل ران هناك أنا بقول له إيه، بقول له لما التايمر بتاعك يوصل لزيرو أعمل حاجتين، اظهر لي المسج اللي اسمها تايم فينيشد أو تايم از أب، ووقف لي اللعبة. يبقى دول الحاجتين اللي هيتموا لما التايم بتاعي يوصل لزيرو. اللعبة وقفت وقال لي تايم ايه؟ تايم فينشت، والتايمر كمان بتاعي وقف، التايمر بتاعي ما عادش بيقل زي الأول. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا 3 حاجات في السكشن بتاعنا. أول حاجة إن احنا عملنا الزومبي ده وعملنا تصادم أو كوليجن بين الولد والزومبي، وعرفنا ازاي نعمل نخلي السكور بتاعي يقل، تمام؟ وازاي الزومبي بتاعي يختفي. تاني حاجة عرفنا ازاي نعمل سين جديد سميناه وينر سين، وخلينا الولد يتنقل للسين ده بمجرد ما يوصل للايه، للباب اللي في اخر السين عندي. يبقى عرفنا ازاي نتنقل من سين للتاني. تالت حاجة عرفنا ازاي نعمل تايمر، وازاي التايمر بتاعي يقل، وازاي ابرمج الحركة بتاعت التايمر، ازاي تقل باللي هي بالتايم دوت دلتا تايم، تمام. وعرفنا ان الميثود اللي اسمها تايم دوت دلتا تايم دي ما بتتعملش الا من نوع فلوت، فعشان كده عرفنا التايمر بتاعي من نوع فلوت وخليناه يقل بواحد كل ثانية. يبقى دي السطر بتاع برمجة ايه، التايمر. وبعد كده قلنا ان احنا هنقرب التايمر لليوزر عشان يظهر بصيغه انتجر، وعرفنا ان لما التايمر بتاعي لما يوصل ليه الزيرو، تمام، بيظهر لليوزر مسج، عرفنا ازاي نظهر لليوزر مسج، وعرفنا ازاي نوقف اللعب، تمام. ده كان نهايه السكشن بتاعنا. انا اسفه لو طولت عليكم، وان شاء الله لو حصل اي حاجه او في اي حاجه وقفت عليك ممكن نتناقش مع بعض فيها في السكشن ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.